تم إنقاذ 7 من أفراد طاقم سفينة نقل بريطانية بعد أن اصطدمت بالصخور جراء العواصف وأمواج المد العاتية. الحادث وقع في خليج كولين البريطاني بعد موجة من الأعاصير ضربت المنطقة. حالة من الهلع سادت الأجواء بعد تزايد المخاوف من اندلاع حريق على متن السفينة. فرق الإنقاذ التي توجهت إلى مكان الحادث تعمل على تأمين السفينة التي تحمل قرابة 40,000 لتر من الوقود التي يمكن أن تتسبب بمشكلة تلوث كبيرة.